والمزيد من التفاصيل حول الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من غازي عنتاب، من مدينة غازي عنتاب التركية، الكاتب والمحلل السياسي حافظ قرقوت. أهلا بك سيدي. أهلا بكم أستاذ حافظ. بعد انتهاء سوتشي صرح نصر الحريري أن اللجنة الدستورية لن تتشكل في سوتشي بل في جنيف. هل برأيك الظروف مهيئة حاليا لإعادة جميع الأطراف إلى مسار جنيف للمفاوضات؟ تحية لكم لمشاهديكم. يعني بتوقع ما زالت الأمور أيضا بدائرة مفرغة حتى هذه اللحظة، بما في كاف عناصر مؤتمر سوتشي يدل بأن الأمور لم تزل غير محسومة في الغرب. طبعا لا يدرك الروس جيدا أنهم لا يستطيعون إنهاء هذا الملف وحسمه، لا يستطيعون فرض السلم ولا يمكن فرض السلم بعد كل تلك المجازر التي هم أشرفوا عليها بشكل مباشر. وحتى التقارير الأخيرة كشفت بأنهم هم يديرون حتى عمليات الجيش السوري بعد مقتل أكبر رتبة عسكرية في سوريا السنة الماضية. بعض وكالات أو صحفيين تحقيقات أثبتت بأن الروس يقودون بعض العمليات على الأرض حقيقة وليس الجيش أو جيش نظام الأسد. أعتقد الآن بأن الظروف غير مهيئة حتى لإنضاج فكرة بما فيها اللجان التي اقترحت في سوتشي والتي لا يمكن أن يقبل بها الغرب بشكل عام. ولذلك كانت التلميحات بأن الملف الذي خرج أو التوصيات التي خرجت بالذات حول لجنة الدستور سيؤخذ بها كتوصيات أو كاقتراحات ضمن جنيف، لأنه بالقرار 2254 من أساس بنودو بأنه تشكل اللجنة الدستورية بعد الدخول في مرحلة انتقالية، بما معنى أن السوريين يكتبون دستورهم بوضع يصبح آمن لهم للسوريين، وهذه اللجنة يشرف عليها مبعوث أممي، لم يذكر طبعا بالدستور فقط مبعوث أممي، وهذا المبعوث الأممي تحدد له المعارضة ثلث والنظام ثلث وهو يختار ثلث آخر، ويكون كل ثلث معطل إذا أصبح شيء. أستاذ حافظ، يعني وفقا لهذا القرار الأممي الذي تستند عليه المفاوضات في جنيف، إلى أي مدى يمكن أن يرضخ النظام وحلفاؤها أيضا لشرعية جنيف في حال تم تنفيذها وتحقيقها؟ أمريكا في ذلك، عندما أمريكا ترغب في إنهاء هذا الملف ومن خلفها إسرائيل التي هي مصلحة تدمير الشرق الأوسط بشكل كامل، وكف يد إيران عن هذا المشروع التي أيضا كانت إحدى الأدوات. يعني على الجمهور المتابع أن ندرك بأن حتى الروس بوتين نفسه وهذه السياسة والإيرانيين هم أدوات لمشاريع أكبر منهم، هم أدوات متحركة. هذه الأنظمة لا قرار لديها، دائما الأنظمة المستمدة قرارها ليس بيدها، ونظام بوتين بروسيا كلها لا يوجد جريدة واحدة معارضة، صحيفة واحدة. كيف لهذه الدولة أن تكتب دستور لدولة أخرى أقل ما يمكن وهي بحد ذاتها لا تحترم دستورها؟ لا يوجد يعني بكل روسيا على الإطلاق منبر واحد معارض فقط، هذا زعيم المعارضة الآن كلما تظاهر يضعونه في السجن. أعتقد بأن الموضوع كله برمته غير منجز عند الغرب. يعني الأوروبيين، لندرك بأن الأوروبيين دائما هو هذا البحر المتوسط، بحرهم التاريخي كأمبراطوريات تاريخية، وأيضا الأمريكان لهم جنودهم وقواعدهم في العراق ولهم مصالحهم، ولا تقدم وما لم تقدم لهم هذه الأنظمة. يعني إسرائيل خدمت، هذه الأنظمة خدمت إسرائيل بما لا يمكن أن تتخيله بتدمير البنية الإنسان. يعني البناء يمكن أن نبنيه في أي لحظة بالعقول بالأدمغة بالأيدي الموجودة، ولكن سكتت الأسر، هدمت الأخلاق القيم. كنا نلاحظ أقل ما يمكن هذا الوفود السورية التي ذهبت إلى سوريا، هل يعقل بأن هذه الأوراق التي اختلطت على طاولة المفاوضات السورية ابتداء من سوتشي وصولا لجنيف؟ في هذا الصدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم صرح اليوم بأن قرارات سوتشي ستدمج في مفاوضات جنيف. هل نفهم من هذا التصريح أن المعارضة السورية قبلت بمخرجات سوتشي؟ المعارضة السورية كما صرح في مؤتمره الصحفي نصر الحريري اليوم بأنه بشكل عام إذا كانت هذه المخرجات تدفع جنيف قدما إلى الأمام لا مشكلة فيها، هكذا صرحت المعارضة السورية ونحن نلحق هذه التصريحات. لكن أعتقد إذا سيصبح مخرجات جنيف عقبة لوجه التقدم في الملف السياسي التفاوضي فعلى المعارضة، وأيضا كما قال اليوم في مؤتمر الصحفي أن تتمسك بالقرار 254، قرار 254 وقرار دولي وافقت عليه حتى روسيا. الالتزام به تصبح مخرجات جنيف عبارة عن توصيات ضمن مقررات ما يتم التفاوض عليه.
ربما لو ننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بالمخاوف الأمريكية من تطور سلاح الكيمياء في يد النظام، كيف يمكن للمعارضة أن تستثمر هذه المخاوف لردع النظام أو فرض عقوبات عليها؟ يعني أعتقد بأن أمريكا لا تحتاج إلى جهود المعارضة، لديها مخابراتها على الأرض وقد تكون في قلب القصر الرئاسي السوري وقلب الإنتاج الكيماوي، وتدرك الأمريكان وغيرهم وقد أرسل لهم، وهنالك معرض ما زال قائما لضحايا السجون السورية التي هي بحد ذاتها أيضا كيميائي ويستحق عليها هذا النظام المحاكمة مباشرة، لكن عوضا عن ذلك هم يدفعونه إلى مفاوضات سلام، لا بل أن يكتب دستور لسوريا حتى في الدساتير النظامية لكل دول العالم يمنع لشخص ارتكب جريمة حرب أن يترشح، وهم يطلبون من النظام أن يشارك في كتابة الدستور. هذه حقيقة مفارقة غريبة، ما فعلت المعارضة إن لم تكن نوايا حقيقية لدى مجلس الأمن ولدى الدول الفاعلة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السوري حافظ قرقوت، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة غازي عنتاب التركية.